شخصية النهاردة هو شخصية من الزمن الجميل، وواحد زي كتير من اللي حبوا بلدهم، ولكن على طريقته الخاصة، اهتم بيها وبملامحها وبتفاصيلها الملهمة، أحيا التراث والزي البدوي الجميل، حب طعم البيوت وملامح الناس الطيبة، وعمل قرية بدوية يتغنى بيها 100 موال. لأ ده أثبت كمان إن مدينة السحر مطروح الجميلة مش مية ولا هوا، ولكن خلاها مزار سياحي عالمي ومدينة يتحاكى بيها كل الناس. عمل مهرجانات تراثية وعالمية، وساهم بشكل كبير في الحفاظ على هوية أبناء السحر بقيمهم ومبادئهم وتاريخهم الغني الفريد. ويلي رايحين مطروح عدوا على القرية البدوية. شكيت الوكيع عن سوى حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من جديد نلتقي وبرنامج الوزير. اليوم معنا شخصية من الشخصيات الجميلة العزيزة على قلبي أنا شخصيا، وهو الحاج أحمد شتا العجني، الشهير بالحاج عطية العجني، الذي يعني أنا عايز أتكلم في حاجات كتيرة جدا معاه، هنروح معاه ونتكلم في كل شيء، ولكن هو الشخصية فعلا اللي عمل اندماج لكل النماذج الجميلة في التراث البدوي والسيوي والصعيدي وكل النماذج. هنغوص معاه في كل هذا إن شاء الله هذا اليوم، وإن شاء الله يكون معانا في هذه الحلقة. معنا ومعكم الحاج عطية شتا. مساء النور. مرحبا دكتور، شرفتنا ونورتنا في القرية، وألف ألف يعني احنا متشكرين على زيارتك الجميلة لنا في القرية هنا. أنا مبسوط جدا إن أنا مع حضرتك النهاردة، وحابب إن أنا بقى يعني أغوص مع مشاهدينا كده، ومش في مطروح بس، خارج مطروح كمان، عن هذا الصرح التراثي الثقافي، السياحة العلاجية، السياحة الثقافية، حاجات جميلة جدا الحاج عطية عملها في مطروح. ولكن خلينا نبدأ الأول مع المولد والنشأة. طبعا مولد 65 منطقة اسمها أطنوح قبل رأس الحكمة، ما بين رأس الحكمة وأطنوح معروفة. قبيلتي طبعا انتمي لقبيلة العجنة، قبيلة العجنة دي انتمي لقبيلة السننة. طبعا السننة دي ممتدين من هنا لغاية ليبيا لغاية آخر العمرية. طبعا فكرة القرية فكرة قديمة، يعني روادتني الفكرة دي من حوالي 25 سنة. جيت هنا في الصحراء، اشتريت الارض هنا باربع جنيه وباربع جنيه ونص، هي ما كانت صحراء. جيت هنا عملت فيها الانشاءات، لي حوالي 25 سنة عايز اعمل حاجة لمطروح. أيوة. مطروح طبعا بلد جميلة، شواطئها نظيفة، بحرها نظيف، كل حاجة، لكن تنقصها اللي هي الليل في مطروح. على اساس انه اي زائر يجي لمطروح عايز يعرف ايه قصة الموروث البدوي، اي ثقافه. خليني الاول يعني احنا بندردش مع بعض ونتكلم في هذه الفكره الرائعه. يعني خلينا الاول نقول ان الفكره دي من اللي الهمك؟ كل فكره ليها حد ملهم، كل فكره ليها حد دايما بيحطنا على اول الطريق. عايز اعرف من الحاجة عطيه مين صاحب الإلهام في هذا الموضوع؟ يعني مين اللي اداك هذه الطاقة ان انت تجمع كل النماذج التراثية دي في مكان واحد؟ والله الفكرة طبعا ما اكذبش عليك، الفكرة كانت الفكرة دي واخدها من يعني ملهمها من العقيد معمر القذافي، لانه هو يعتبر راعي التراث على مستوى الوطن العربي كله. طبعا الارث ده اللي هو الموروث، وهي عشت الآباء والأجداد. ومن منطلق الإنسان اللي ملوش ماضي ملوش حاضر ملوش مستقبل، والشجرة اللي ملهاش أفرع بتموت طبيعي. صحيح. طبعا يعني بعد دخول المدنية والحضارة المطروح انقرضت الحياة البدوية، فأنا طبعا فكرت أني نحي الحياة البدوية القديمة اللي هو الإرث البدوي والموروث، ونقدمه على أساس أنه أي حد يتعرف على طبيعة
شعب ما نندسرش تفضل عاداتنا على اساس ان يتوارثها الاجيال. يعني مش موضوع، يعني مش موضوع مش مادي ولا شيء، موضوع كله موضوع ثقافي على اساس نحي التراث القديم. طبعا الجيل اللي احنا الجيل اللي هو دلوقتي اللي هو بعدينا ما عارفينش الحياه البدويه القديمه، فانا حبيت اني نعرف تخلي ذكراها ذكراها على اساس ان يمتد ويعرفوا الارث بتاع البدو. القريه البدويه انشات عام كام؟ والله لها حوالي 25 سنه، بديتها من 25 سنه بالظبط، من ساعه ما انا اشتريت الارض دي قلت لك خدتها صحراء قاحله وقعدت فيها وعملت طلعت ميه ميه ولا فيها ميه ولا فيها كهرباء، وعملت المستحيل على اساس ان نعمل القريه دي. يعني تعبت فيها تعب جامد. المستحيل يعني. المستحيل. عايز اخد من على لسان حضرتك المستحيل، لان احنا في برنامجنا بنقدم الشخصيه الناجحه اللي هي بقت بمرتبه الوزير، وزي ما احنا بنقول دايما ان هذا الجبل المنيع قابل صعوبات في حياته. أكيد. المستحيل هنا في بناء القريه وتخليد ذكرى كل مواطن بدوي مصري في هذه الرقعه الرائعه. عايز اعرف من الحاج عطيه حواديته، أكيد لكل نموذج حضرتك عامله هنا وكل بداية حد خبط بها خبطة كده عشان تعمل نموذج كان لها قصة وليها حدوتة، عايزين نروح معاك في هذا الموضوع. أنا طبعا القرية دي أنشأتها كلها من مطروح، بيئة مطروح، من صخورها من أشجارها من جبالها من أي حاجة. القرية دي كل حاجة دخل فيها، ما دخلتلاش، ما فيش اللي عندي متر واحد أو مترين رخام في القرية إلا كلها مبنية على أساس العوامل الأولية بتاعت مطروح. نظهر صخورها، يعني إزاي وظفت المطروح كلها، لمتها من برج العرب لغاية السلوم من أحجار من صخور. طبعا أخذت فيها فترة وقابلت فيها مشقات مع الحكومة، ونروح البحر عشان نجيب زلط بنركب فيه، رحت البرج رحت هنا رحت هنا، طبعا عانيت منها الحاجات دي. وطبعا الفكرة ما كانتش الناس متقبلاها، لأن يعني مش يقول لك ده بيعمل ايه، لكن انا طبعا عندي منظور ثاني وهدف ثاني، ايمان بالعقيده والفكرة. ايمان بالعقيده وعايز نوصل الفكره، والحمد لله يعني مع الايام الفكره امنوا بها ناس كتيره وعرفوها، وناس شجعوني كتير، وناس عرفوا القصه، وفي ناس برضو شباب برضو من مطروح شجعوني برضو في القصه، برضو وصلوا معايا برضو المرحله اللي انا بديتها، في شباب دخلوا معايا برضو، ناس افاضل برضو دخلوا معايا ووصلوني الموضوع القريه. طبعا انا صاحب فكره دمج حضارات، يعني انا ممكن عندي دمج حضاره القبطيه مع الحضاره البدويه، دمج الحضاره اليونانيه مع البدويه، دمج الحضاره الفرعونيه مع البدويه، دمج الحضاره الاندلسيه مع البدويه، بمزجها. فلما امزج الحاجات دي طبعا بيطلع لك شغل، يعني شغل بتاع يعني حضرتك عايز تفهمني، حضرتك قلت لي اندلسيه ويونانيه وفرعونيه وايضا قبطيه يعني احنا عندنا اربع حضارات في نموذج القريه البدويه. يعني حضرتك كده بمستهدف الاخوه الاقباط في كل مكان في العالم. ايوه. مستهدف الـ 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 السياحه كمان الاوروبيه، السياحه العلاجيه. انا فاهم السياحه العلاجيه، ولكن السياحه الاوروبيه بما ان احنا بنتكلم على الاغريق واليونان. أيوة. مستهدف ايضا الاندلسيه، يعني كل مسلمين هذه الارض ممكن يجوا يبصوا على هذه النماذج. حضرتك حاجه عطيه عايز تعمل ايه بكل هذه الحضارات والعقائد المتعدده؟ والله هي بلدنا طبعا بلد جميله، مطروح جميله، هي ناقصها برواز بس. يعني لو في حد ضمير يعمل لها برواز هتبقى اجمل مناطق العالم في الدنيا، اجمل من دبي، اجمل من تركيا، من اي حاجه، من طبيعتنا، من مناخنا. لكن المشكله ما عندناش توظيف الحاجات دي. الحاجات مطروح يعني فيها طاقه، في حاجات لو توظفت، لو حد وظفها هتبقى احسن بلد في العالم. اثرت على نفسك ان انت تتحمل كل هذه المشقه عشان تعمل مجموعه من الحضارات في قريه هي الاقوى والاجمل في مطروح. انا اعتقد ان كل زوار مطروح بيجوا مطروح عشان يزوروا قبل البحر، بيجوا يزوروا القريه البدويه الان بكل جمالها وحضاراتها المتعدده. انا بشوف ان حضرتك عملت طفره انشائيه داخل مكان يحوي كل هذه الحضارات، وأيضا
أصرت على نفسك أن يكون هذا المكان قبل أن يكون حاجة ربحية يكون حاجة باسم مطروح تجاه العامة. مظبوط صح. صح كده؟ مظبوط صح. طبعا القرية دي هي نموذج مصغر للحياة البدوية. أي واحد يجي زائر مطروح يجي هنا يتعرف على مطروح حمام. على مطروح كلها من حمام للسلوم بطبيعتها بطبيعتها بصحراتها بكل حاجه. يعني بدل ما تقعد في البلد تتوه تسال ايه الناس دي عايشين ازاي ياكلوا ازاي لا تيجي هنا افرجك على مطروح نموذج مصغر الحياه اللي هي الحياه المطروحيه او الارث الثقافي البدوي اللي احنا نمتلكه. حضرتك قلت لي ايضا ان عندك متحف هنا للصوت والضوء بيحكي كل قصص ومعارك. طبعا حضرتك قلت لي على معركه وادي ماجد. معركه وادي مجسمه طبعا بالصوت والضوء. طبعا المتحف ده بقى لي 3 سنين معايا راجل فاضل برضو معايا متعاون معايا بقى لنا 3 سنين بننشئ في المتحف. المتحف ده فيه كل حاجه بتخص الحياه البدويه من ماكل من مشرب من ملبس من ادوات الزرع بتاعته من الاكل بتاعه من الشرب. عندي برضو معركة وادي ماجد مجسمة برضو بالصوت والضوء. فهمت يعني وادي ماجد بالصوت والضوء عندي. ومن لا يعلم طبعا معركة وادي ماجد هي معركة لكل المجاهدين في صحراء مطروح. يعني عايزين نعرف من حضرتك الأقسام والنماذج اللي موجودة في القرية. القرية تضم عدة أجزاء. أولها كهف الملح. كهف الملح طبعا فكرة أوروبية. عندي الخيمة التراثية موجودة. وعندي متحف للحيوانات المتحنطة. عندي نقع اسمه نقع الشيخ زايد. النقع ده محاكاة لحياة البدو. تضم كذلك تضم متحف لحفظ التراث البدوي وعادات وتقاليد البدو. انا عرفت ان حضرتك عندك متحف سيوي كمان هنا وحضارة موجودة سيوي. فيها مردوع موجودة برضو فيها من داخل المتحف حتى لسيوة برضو. لازم طبعا سيوة 5 حضارات عندنا جزء من موروث البدوي. سيوة جزء من موروث البدوي. طيب عايزين نتكلم بقى عن كهف الملح والسياحة العلاجية في مطروح. ده تفضلوا عايزين كهف الملح تعالوا تفرجوا عشان تفرجوا على الطبيعة. يعني ما ينفعش نتكلم عنه.